دكتور بوزو بعوائل، جينيكولوج سبيسياليست ان اونكوشيرجي، يعني جراحة سرطان النساء، مساحة الكوثر، فاس. دونك من المعروف ان شهر اكتوبر، هذا الشهر الوردي، هو شهر جو ديغي لو ديبيستاج، يعني الكشف المبكر ديال سرطان الثدي، هو شهر التوعية من اجل سرطان الثدي. قبل ما نبداو نبغي نشكر الجمعية بهذه المجهودات الجبارة اللي قامت بها من اجل تنظيم هذه الحملة الطبية. دونك حملة طبية تحت اشراف المندوبية الجهوية للصحة وتحت اشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الحمد لله. دونك النجاح ديال هذه الحملة الطبية، الحمد لله، اللي خصنا نجدر الاشارة على انها كتمتد على 3 أشهر، وهذا مهم جدا، لان خاصها ضروري نعطيو شويه الوقت باش لو ميساج ديالنا يوصل لديك النساء اللي كيسكنوا في القرى، اللي بعادين، اللي يمكن ما قارينش، اللي ما عندهمش اعلام، ما عندهمش تلفازه، ما عندهمش راديو. دونك هذا ميساج مهم جدا، لان على ما يوصلهم هما هذا الميساج وهذه الحمله هذه. ان شاء الله نشوفوهم ونديروا ان شاء الله الفحوصات ديالنا لهاد الناس اللي هما محتاجين ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه الحملة الحمد لله عرفت انخراط ديال مجموعة من الأطباء الاختصاصيين الكفء ديال مدينة فاس، ومجموعة من المصحات الحمد لله من أعلى المستوى ديال مدينة فاس، اللي انخرطوا في هذه الحملة هذه الطبية. واللي كيفاش كيجري على أن الجمعية كتختار مجموعة من النساء الحمد لله بجدية، واللي كتحتاج لهاد الفحوصات، وكتصيفتهم لهاد الأطباء وهاد المصحات باش نديروا لهم فحوصات سريرية مجانية، باش نديروا لهم إلا اقتضى الأمر فحص بالصدى أو بالأشعة مجانية، وبيان سور إلا شكينا أنه كاين ورم ولا كاين شي حويجة كنديروا استئصال عينة، كناخذوا عينات من ديك الورم وكنصيفطوه حتى هو للتشريح، ومن بعد المريضة كيتم التوجيه ديالها إما للجرحة أو العلاج الكيميائي أو العلاجات الجديدة دابا اللي متوفرة الحمد لله في المصحات كاملين إن شاء الله الرحمن الرحيم، خصوصا في المصحة ديالنا إن شاء الله. دونك اللي خصنا نشيروا له أيضا هو أنه النساء اللي تنسيبليو بهم هذه الحملة الطبية، جوج الأنواع ديال النساء إن شاء الله الرحمن الرحيم، هما أول النساء اللي تبان فيهم الأعراض، اللي بانت فيهم أعراض ديال السرطان ولا أعراض ديال ولسيسة، إما ولسيسة في الثدي، إما خروج ماء من الحلامة ديال الثدي، إما خروج قيح من الحلامة أو دماء من الحلامة، تغير أو ظهور ندوبات على الجلد، الطبقة الجلدية ديال الثدي، ظهور جو ديغي ولسيسة إما في الثدي أو في الإبط أو في العنق ديال هاد السيدة هذه. دونك هذه كلها أعراض اللي كتحتم على السيدة أنها تجي تدوز إن شاء الله الرحمن الرحيم، مرحبا بها. والناس والصنف الثاني ديال النساء هو النساء اللي ما عندهمش أعراض، واللي خصنا نقلبوا لهم على عوامل الخطر، يعني أي امرأة عندها عوامل الخطر ديال سرطان الثدي ضروري تمشي تقلب راسها ابتداء من سن 40 سنة، خصها تبدا على الأقل تقلب راسها نوبة في السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكون هما هاد النساء؟ أنا دائما عوامل الخطر تنقسمهم لجوج الأنواع ديال العوامل. كاين العوامل اللي يمكننا نتحكموا فيها داكوغ، واللي يمكننا نقصوا منها باش نقصوا من الاحتمال ديال الإصابة بسرطان الثدي. هاد العوامل هي عوامل خارجية، منها التدخين، منها المشروبات الكحولية، منها السمنة، منها ليكسبوزيسيون للهرمونات. المرأة ملي كتوصل لسن الياس كتبقى تاكل هرمونات باش تنقص من الأعراض ديال سن الياس، حتى هذيك الهرمونات حتى هي كتطلع لنا من الاحتمال ديال سن الياس من الإصابة بالسرطان. كاين لا كونتراسيبسيون، يعني الموانع الحمل، حتى هي كاين واحد النوع منها اللي يمكن له يطلع لنا من خطر الاصابه بامراض الثدي بسرطان الثدي. وهذه كلها عوامل اللي يمكننا ندخلوا فيها ويمكننا نحاولوا نقصوا منها ان شاء الله. كاين الماكولات الغذائيه ديالنا، لي برودوي كونسيرفاتور، دابا اللي علميا خرجت دراسات كتثبت العلاقه ديالها ديريكتومون مع السرطان، ديك المواد المحافظه اللي كتكون في المعلبات حتى هي خصنا نقصوا منها داكو. وكاين عوامل ثانيه اللي قلنا هي عوامل اللي ما يمكنناش نتحكموا فيها، كاين العوامل الجينيه، لان دابا تثبت علميا على انه كاين جين عنده علاقه ديريكتومون بسرطان الثدي. دونك كاين العوامل اللي هي عائليه، يعني سوابق عائليه ديال سرطان الثدي، كاين العوامل السن، عامل السن، المراه ابتداء من 40 سنه كتكون عرضه
للسرطان. تالي المرأة اللي ما ولداتش ما تزوجاتش ولا تزوجات شويه متاخره حتى هي كتكون عرضه للاصابه بسرطان. تالي هادو عوامل اللي ما يمكنناش نتحكموا فيها، واللي مي كتكون المرأة عندها هاد عوامل الخطر خصها تجي حتى هي وتدوز ودير الفحص ديالها باش يكون الفحص مبكر. دونك دائما كنانسيستيو على السرطان. تالي الحمد لله هو علاج يمكن نقولوا 99% ديال الحالات كتعالج، ولكن اكونديسيون انه يكون كشف مبكر لسرطان تالي، ونتبعوا العلاجات ديالنا اللي تنتبعوها مرحله مرحله، سواء كنبداو بالجراحه او كنبداو بالعلاج الكيميائي او على حسب النوع اللي عندنا ديال المرض. دونك الانسان اون فوا كيكون الكشف مبكر العلاج ديالو باين، لو بروتوكول ديالو باين، والعلاج يمكننا نقولوا ان 99% الحمد لله هاد الحالات كلها كتبرى. علاج السرطان تالي كاين، انا كنعتبره دائما كنقول كاينين سبعه الانواع ديال العلاجات. كاين العلاج الجراحي، كاين العلاج الكيميائي، كاين العلاج بالاشعه، كاين العلاج الهرموني، كاين العلاج لا كوري ثيرابي دابا مامير، هذه تقنيه جديده اللي كنحطوا فيها كنحرقوا الخلايا السرطانيه داخل الثدي، وكاين لا ثيرابي سيبلي هو كنحقنوا واحد المواد في الذات اللي كتمشي تقتل ديريكتومون الخلايا السرطانيه. وكاين دونك العلاج السابع اللي كنعرفوا ان حتى هو علاج مهم، سي لا بريزون شارج سيكولوجيك ديال المراه، العلاج النفساني ديال المراه، لان المراه ملي كتدخل معاها في الجراحه وكتقول لها ان راه حنا غنجرحوا غنحيدوا مثلا الله يحفظ البزوله، دابا الحمد لله خرجت تقنيات اخرى ما بقيناش كنحيدوا البزوله، ولكن ضروري من متابعه ديال الحاله النفسيه ديال المراه، لان دائما لو سان ولا ديك البزوله ديالها هذاك هو الانوثه، وهذاك هو مصدر الانوثه ديالها ومصدر الفخر ديالها ان شاء الله، واللي ملي كيتم الاستئصال ديالو سواء جزئيا او كليا كيأثر على الانوثه ديالها. دونك دائما متابعه نفسيه لهاد النساء هادو. دونك لو ميساج مهم ديالنا اللي خصو يوصل يوصل سواء النساء في القرى او في المدينه، هو انه الى حسات باي اعراض باي تغير في لوسان ديالها، باي حريق في لوسان، حتى دي دولور في لوسان، كيل كو سوا لاج دو لا باسونت، يعني كيف ما كان السن ديال هاد السيده هادي خصها تجي تدوز، تمشي تدوز عند اختصاصي، تمشي تدوز اما في المستوصف القريب لها كاع وهما هيصيفطوها لعند الاختصاصيين، تجي عندنا حنايا القطاع الخاص مرحبا بها في اطار هذه الحمله هذه الطبيه، نشوفوها ان شاء الله الرحمن الرحيم ونوجهوها ونفحصوها ونديروا لها التلفازه ديالها ونديروا لها لا ماموغرافي، ما كاين حتى شي مشكل. مي النساء ما تماطلش على الاعراض ديال لوسان، لان كما قلت دابا في هذه المرحله كنلاحظوا واحد لا ريكروديسونس، يعني كاين واحد الارتفاع، ما نقولوش مهول، ولكن كاين ارتفاع في اعداد ديال الامراض ديال السرطان ديال الثدي وامراض ديال السرطان ديال عنق الرحم. وبدينا كنشوفوا حالات كما قلت ما بقيناش نشوفوا ديال 50 سنه وديال 45 سنه للفوق، ولينا كنشوفوا حالات ديال النساء دي جون فام دو 30 ans دو 32 ans دو 33 ans واللي عندهم سرطان عنق الرحم واللي عندهم سرطان الثدي. دونك كيف ما كانت الحاله كيف ما كان الاعراض بالنسبه لسرطان الثدي، راه حنا قلنا بالنسبه لسرطان العنق الرحم اي تغير في دم الحيض سواء في لاسبي ديالو، يعني في الشكل ديال الدم، في الكميه، في الوقت ديالها، المراه خصها تدوز ودير اون ايكوغرافي، ولا اقتضى الامر دير لو فروتي ديالها، يعني تشريح ديال عنق الرحم، ومن بعد كنديروا لا بيوبسي ولا كنديروا لي زيكزامان اللي خصهم يداروا ان شاء الله الرحمن الرحيم، من اجل باش نديروا لو دياغنوستيك ديال هاد الامراض. وكما كنقول الركيزه الاساسيه ديال العلاج كنا نقولوا انه سواء سرطان عنق الرحم او سرطان الثدي، العلاج ديالو الحمد لله يقارب 90% حتى 95% ديال الحالات، ولكن اكونديسيون انه يكون كشف مبكر ديال هذا المرض ولو دياغنوستيك مبكر ديالو. والسلام عليكم. شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.